يقول السائل: هل أصلي الفجر بعد طلوع الشمس إذا فاتني؟ نعم. هل أصلي الفجر بعد طلوع الشمس إذا فاتني؟ إذا فاتك الفجر لعذر خارج عن استطاعتك، عذر خارج عن استطاعتك، فإذا زال العذر تبادر بالصلاة، تبادر بالصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فيصليها في الحال ولا يؤخرها، ولو عند طلوع الشمس أو عند غروبها لا يؤخرها، إذا زال عذره يبادر بقضائها وفعلها. نعم. وليس القضاء ليس له وقت نهي، القضاء ليس له وقت نهي، صليها في أي وقت ويبادر بذلك. نعم.